يلا. طبعا لسه الكلب ده ما دربش خالص يا جماعه، الكلب ده لسه خام، يعني على اللي هو بيعمله ده لسه خام خالص. تمام، يحب يلعب. تمام، انا غلطان لك يا عم، انا غلطان لك. انت مفكر عندي غضب يعمل كده؟ ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس اللي متابعانا ومنورانا على اليوتيوب. طبعا تحية لأهل مطوبس، مطوبس طبعا ناس حبايبنا كلهم. طبعا احنا معانا دلوقتي كلب بيتبول روك، روك كلب بيتبول لسه مبتدئ، كلب لسه عنده 8 شهور، لسه عيل صغير، بسم الله ما شاء الله، دبابة في البيتبول. تمام، كلب، الكلب ده داخل فيه على فكرة كمان كين كورسو، يعني هو احنا بنقول بيتبول كين كورسو. تمام، طبعا الكلب بسم الله ما شاء الله عليه، كلب حي، كلب دبدوب جدا، كلب لسه ما خدش تدريبات خالص، بس الكلب ده لو دخل تدريبات باذن الله هيشتغل. تمام، الكلب ده صاحبه جابه عندنا هنا يا جماعه فتره اقامه وطلب ان احنا نعرضه للبيع، جابه عندنا هنا فتره اقامه بقاله دلوقتي 4 أيام ولا حاجه وطلب ان احنا نعرضه للبيع. الكلب بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين اهو، طبعا حي جته. تمام، لعبي، متاح ان هو يتعايش معاك في البيت. تمام، كلب بسم الله ما شاء الله، تعال. طبعا ده محتاج تدريبات، تمام، لو حد هياخده محتاج ان هو يتدرب. كلب بسم الله ما شاء الله عليه، روك تعال تعال يلا. بس لعبي جدا. اتلخفن نفسك، اتلخفن نفسك، بس يلا بس 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 يلا. طبعا لسه الكلب ده ما دربش خالص يا جماعه، الكلب ده لسه خام، يعني على اللي هو بيعمله ده لسه خام خالص. تمام، يحب يلعب. تمام، انا غلطان لك يا عم، انا غلطان لك. انت مفكر عندي غضب يعمل كده؟ يلا. ها، طبعا هو فرحان، الكلب طبعا فرحان بالمكان هنا، ممكن يكون كان محبوس ولا حاجه، بهدل لي المايك وبهدل لي الدنيا. الكلب ده يا جماعه زي ما بقولنا تاني، الكلب ده بتاع حد طبعا محترم جايبه عندنا اقامه وطلب ان احنا نعرضه للبيع. تمام، الكلب ده اللي حابب يشتريه هيتابع على رقم المزرعه مش رقم صاحبه، لان الكلب متواجد عندنا. تمام، اللي حابب يشتريه هيتابع على رقم المزرعه مش رقم صاحبه. الكلب لسه عيل صغير، بسم الله ما شاء الله، حجم دبابه. تمام اهو، حجم دبابه. تمام، لسه في حجم، لسه 8 شهور، والله ما انا لاعب بقى، خلاص 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 خلاص. مبسوط كده؟ الرملة وبهدلت نفسك وهتبهدل نفسك. طبعا اللي عايز يشتري الكلب تاني، الرقم عندنا هنا 010-3035-709، ده رقم المزرعة، اللي عايز يشتري الكلب على رقم المزرعة 3035-709 على 0100. تمام، الكلب ده مش بتاعنا، الكلب ده بتاع حد عرضه للبيع. كلب بسم الله ما شاء الله حجمه كويس جدا، كلب لسه 8 شهور محتاج تدريب، واخد كل تطعيماته، حالته الصحيه زي ما احنا شايفين. تمام، ده باذن الله كلمه مني، لو دخل تدريب هيبقى كلب جامد خالص. تمام، ده لو دخل تدريب هيبقى كلب جامد خالص يا جماعه، هيبقى كلب شرس جدا. تمام، لسه عيل 8 شهور، عيل ما يعرفش حاجه خالص، وكان متربي في بيت وبيتعامل مع الاطفال وبيتعامل مع الحريم عادي خالص، ما فيهوش اي مشكله. طبعا يا رب تكون الحلقه دي عجبتكم، تحياتي لكم وتحياتي لكل الناس اللي متابعانا، واحلى مسا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.